الزيت لنوريا. يعطيك الصحه. هز الطنجره وحط النار. ما زرقش عاني يا حبيبي ودي الواني نوريا. ليه مش مصدقه عيني. نوري قام بكري بيغني هكا وشيخ صار في الدنيا. شوفي نوريا انا راني غادي نمشي، قولي لي شيخ خصك نشري لك. ليه يا سيام هز لك عقلك يا انت ماكش صايم. انا مانيش صايم انا. ها انا عمي اذا كنتم ما كنديروا معاكم نحيروا. رقدنا قلتوا علاه، نضنا قلتوا علاه، هضر شنو نديروا دروك. هي قولي لي. والله ماني مصدقه روحي. بيه هز القفه وبرا المرشي اقضي لي. مولاتي عبله اليوم عندها ضيفه اما ما نعرفش شكون. حتى انا ما نعرفهاش. بصح شيل تكون كاش وحده. قولي لي شكي دايره الفطور؟ برانيه. شنو هذه برانيه هذه؟ المدربل. ماشي مشكل. هز القفه. ها البيضة مون امور انا نبغيك بوغ توجور. ليه؟ ان شاء الله النهار يتعدى على خير. منجي مصدقه روحي. مرحبا بكم في كوجين تاع عاشور. كيما سمعتوا باش نعملوا برانيه ما تزابيوش. هانا راجعي. نوريا. ايه الصبع ديالي يا لله يا لله على النشاط والحيويه. شراره تاع ناره. ها ولا القد يعني. مانيش مصدقه روحي. اش تعمل؟ ماكش ماشي ترقد؟ شوفي انا خممتك يا نوريا، قلت انا مرتي مسكينه راهي تعب بزاف وماشي حق عليا، اما لا ديسيديس باش نعاونك ليد باليد. ليه ليه ليه؟ اقرصني نوري اقرصني. اي والله نوري كسبة. من الحد لي. هلا يا مرحبا يا مرحبا. كيفك؟ صافاك مليحة؟ الحمد لله. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس عليك نوري. واه انا هو. ايوا توا فهمت يا نوري، قايم بكري وتجري وتغني وماشي جاي المرشي. ها ها يا نوري اخرج من الكوجينه. ما نعاونكش؟ لا وبعد ما نكمل باش تغسل انت المعون. من عمي ما قعدناش صلي. الله غالب هكا ديما فضحني مع العبيد. معليش معليش نوريا قولي لي اليوم واش هكي حطيتي؟ برانيه. برانيه نموت عليها وشنو خساره كي نطيبها ما تجينيش منينه. اليوم باش نعطيك المقادير وكيفاش تطيب وتولي تطيبها مليح. هكا وانتم زاده اقعدوا معنا وشوفوا المقادير وشوفوها كيفاش تطيب. ما تزبيوش انا راجعين. بتنجان القصوه دي غندير، لحم علوش مقصوص، طماطم فرشكه مرحيه، ملح، شويه فلفل عكري، فلفل اكحل ومغرفه صغيره كرويه وبصله مرحيه، ثوم ونستحقوا الحمص ومغرفه صغيره خل باش نحطوها في الاخر بالكل ومعدنوس. يا مرحبا يا منال شرفتني ونورتني. ايه قديش عندي قديش عندي نعرفك انا. من هالي بديت نغني في الجمعيه الموسيقيه الاندلسيه 14 سنه. ليه لي 14 سنه؟ ليه لي انا ما نعرفكش 14 سنه. مازالك صغيره نوريه خلاص. عمرها عمرها 14 عمر. سنه لتالي مثل السهرات الرمضانيه والقعدات. ايه آه. ايا لله باش نقول لك المقادير باش تنجم تعمل إيه. البرانيه وتجيك ناجحه. احنا نقولوا لها مدربل. ايه حتى انا نقول مدربل. مولاي يقول برانيه، دونك طيب له برانيه وكيما يحبها هو بالطريقه اللي يحبها هو. اوكي. اه وباش تعجبك. داكور. باش نستحقوا البتنجيل هو الاساسي فيها، وباش نستحقوا اللحم، نستحقوا الطماطم هكا معجونه وطرف ملح، فلفل هذاك الاحمر اللي يبدا هكا شويه موزوز، والكرويه، البصل القصيني حضرناه، وفلفل اكحل وثوم، والحمص. والطرف المعدنوس وما ننساوش طريف خل هذيك في الاخر. ها انا البتنجيل باش نقصو باش نحضرو وبعدها نقليوه هكا ولا اما تفكر عاده كيفاش باش تجيك ناجحه. اوكي احكي لي عاد من ايامات الاندلسيه كي بديت انت تعمل موسيقى وتغني. ها من وقتها لتوا اش عملت؟ بديت في الاندلس كي كانوا عندي 14 سنه، غنيت وعملنا مهرجانات وتعلمت يعني ديت لاباز كما يقولوا القاعده. ايه من بعد عملت عرب ايدل. ايه حقا. ايه
ما كملتش خاطر انت. كملت حتى المرحله الثالثه وخرجت من المسابقه. بصح الحمد لله يا ربي كان فيها الخير ليا، كان باب كبير علي، يعني باب مفتوح ليا وفتح لي بزاف، يعني كان عندي فرص يعني باش نكون معروفه هنا في بلادي الحمد لله، ويتعرف عليا الجمهور ونقدم جديد ونمد راسي فني جديد يعني. يا عيني يا عيني. وفي المدرسه الاندلسيه بالطبيعه تعلمت تغني اندلسي ولا انواع اخرين زاده؟ الاندلسي، ويعني في الاندلس حنا كاين بزاف طبوع وكاين بزاف نوبات. وتعلمت اني نعزف اله الموندولين والفيولون. صح عليك. والعود. عمري الكل تمنيت نعزف على غالب، خذيت النوري وقعت. انت علميني الطياب وانا نعلمك تعزف، ايش رايك؟ ايه ايش خص ايش خص. ان شاء الله. غني لي شويه اندلسي. اندلسي نغني لك. اوكي مادام رانا في رمضان نغني لك حاجه مديح. اوكي. صلى الله عليك يا حماد طيب الارواح، صلى الله عليه وسلم. محليها محليها، ياسر حلوة صوتك، حلو ياسر ياسر ياسر. خليني نقول لك كيفاش نعملوا المرقة نتاعنا. ترى باش نحطوا الزيت، باش نحط كل شيء على البارد، مش باش نقلي. نقصوا شوية قليين هكيكة صحية خير. ها بيان سور. باش نحطوا الطماطم نتاعنا طريف اللي هي معجونة كيما قلت لك، كل شيء على البارد. باش نحطوا البصل اللي قصيناه وحضرناه. قرب ليك اللحم هذاك، هذا اللحم نتاعنا. ايواش سهله مهله تتشوف. باش نحط شويه ملح، وباش نحطوا الفحات اللي احنا حضرناهم الكل، باش نحطهم مع بعض. أوكي. عرفت. استنى توابل الفلفل العكري والكرويه، نكملوا شويه فلفل اكحل وشويه من الثوم. سهله مهله. هادو كامل على البارد. على البارد باش هكيكا نبعدو على القليان. اش قولك؟ خير وخير. انت كي تعملها تقليها؟ نقليها. تنقليها بلي زيبيس وال الثوم والبصل. نحبهم يتقلاو يمدوا هذيك الريحه هذيك. من بعد باش نرمي. طريقه زاده صحيحه. نجم اللحم نقليه قبل باش يتلم، ومن بعد نحط اللفحات نتاعي ونمرق نفس الحكايه، لكن احنا اليوم باش نبعدوا على القليان. باش نحطوا الطنجره نتاعنا على النار تقعد تطيب، نكمل انا وياك حديثنا. يا اختي يا اختي، عندك اغنيه كاينك كتبتها عليا. طلع شنو؟ عرفت شنو؟ شنو؟ تحملت معاك. على ما تحملتك النوري. غني لي منها شويه. اوكي. تحملت معاك المعيشة المرة، ورفضت اللي ما ترفضاه مراه، وصلت اليوم لحدودي يا نوري، يا خلاص اصبر كامل اللي عندي. الله
الله الله الله، يلزم كل يوم يسمعها النوري. انا حطيته لك في الوسط هاي. قل لي في رمضان كيفاش عامله؟ كيفاش تعدي نهارك؟ انا ما نحبش نرقد بزاف، مانيش من الناس اللي يحبوا يرقدوا في النهار، يجوزوا كاع نهارهم مرقد. نحب نستبن ريحه رمضان والنهار، باغ اكزومبل نوض نصلي صلاتي، نسي نقرا قران لازم عليا نختمه في رمضان، ندير الشغل هكذا من داك ندخل الكوزينه، ماشي كل يوم خاطر دائما يتكلوا، نتكل عليهم، نتكل على ماما وعلى خالتي. على خالتي. انت من الناس اللي تقعدوا حتى يطيبوا لك؟ هما مفشيني واش ندير؟ مين طيب؟ نحب نطيب ويفش في حجر يما هذايا. لازم بيان سور. ايا من بعد في السهره، انا السهره اللي نستمتع فيها في رمضان البرامج التلفزيونيه، ولا عندنا باغ اكزومبل نهضر مع المتابعين في السوشيال ميديا، نانفيتي باغ اكزومبل لا فامي، حبابي، وكاين بيان سور حفلات اللي نعملوهم. بون دوك رانا في عز الكورونا ما نقدروش نعملوا حفلات، ولكن نعملوا حفلات هكا خاصه بيناتنا بين العائله الكريمه. صحه صحه. اخي سمعت عملت كليب جديد انت؟ ايه. واش بيني انا ما شفتوش؟ ما على باليش. ايه. اخر حاجه كانت مبروك، واللي جايين كاين زوج اللي مازال ما شفتهمش بصح. مازال ماله. وشنو ما الغنايه؟ خلينا نحطوا الحمص على الجايه. الغنايه اثنين اللي مازال ما خرجوش، ليله عمري كليب فيديو كليب واجد، وثاني اغنيه واجده والكليب ثاني واجد. شكون راه مهني؟ شكون راه مهني؟ اي والله شكون راه مهني؟ كي حالي شكون مهني؟ هذه اغنيه جديده. اغنيه جديده ان شاء الله. مره شويه خلينا نسمعها انا الاولانيه. ما نقدرش. علي اسمعها بيني وبينك. انا النوريه ما تغنيليش الاغنيه؟ بيني وبينك. اللي غني لي تريف تريف برك. لا والله نتغشش. صح. شكون راه مهني؟ هكذا تبدا. انا اللي مهنيه. وشكون راه مهني؟ ما حد راه مهني، اسألوا على حالي راني مش مهني. خلاص يعني عملت اغنية هذه الفيرسيون اللي انا حنديرها. ما تغني ليش نغني انا خلاص. دائما انا نغني نغني نغني، واحد يغني لي. احكي لي عملت مهرجانات كبيرة هالمدة؟ الحمد لله. لا قبل الكورونا عملنا مهرجانات، مهرجان جميلة تيم قاد، عملت مهرجان قبل ما نخوض تجربة أرب ايدل في المغرب. الحمد لله يا ربي عندي تجربة في المهرجانات الموسيقية الأندلسية، الموسيقى الأندلسية. عملنا مهرجان العروبي، مهرجان المدح، مهرجان الصنعة. الحمد لله يا ربي عندي تجربة كافية في المهرجانات. الحمد لله الحمد لله. البتنجان اللي قصيناه يا منال ايش باش نعملوا له؟ نقلوه. نقليوه. انا توا نقلي البتنجان والمرقة نتاعنا هاني باش نتفقدها، هاي باش تحضر. أوكي. وبعد باش تشوف كيفاش البرانية نتاع مولاي بنينة ولا لا. أوكي. أوكي نقلي انا البتنجان. كملنا حضرنا البرانية. الله. إن شاء الله يا ربي تعجبك. شابة أول حاجة ديجا بروميير امبريسيون بزاف شابة. أي إن شاء الله البنة ما عنديش شك فيها. إن شاء الله يعطيك الصحة النورية، فريمون اليوم تعلمت من عندك. إن شاء الله برك ما ننساش الغوسات هذا ماك. أيوة حتى كان نسيت أرجع الكوجين تاع الشوب تطرق الغوسات كاملة. أوكي داكا. وهكيكا طيبها وتجي بنينة. إن شاء الله. شرفتني ونورتني وفرحانة لجد حذايا. الله يسلمك حبيبتي، تشرفت بيك وإن شاء الله نتلاقاو في الخير. نقول لك صحة رمضانك وصحة فطورك. يعيش. نتلاقاو في الخير إن شاء الله. إن شاء الله. أو باش نعيط لياقوت توصلك للديوانة. داكا. ياقوت. ياقوت. عيطي لي. أنت ياقوت. أنا هي. باجي هز منال للديوانة. شرفتني وهاني خالطة عليكم باش نجيب لكم شقة الفطر. نشوفك على خير ان شاء الله. وانتم زيدة ان شاء الله عجبتكم الغوسات برانية بنينة. غدوة ان شاء الله موعدنا في نفس التوقيت، ما تنساوش كوجين تاع الشهور. شيا طيبة وصحة فطوركم. بتنجان نقصو دي غوندير، لحم علوش مقصوص، طماطم فرشكه مرحيه، ملح، شويه فلفل عكري، فلفل اكحل، ومغرفه صغيره كرويه، وبصله مرحيه، ثوم ونستحقوا الحمص، ومغرفه صغيره خل باش نحطوها في الاخر بالكل، ومعدنوس.
تدخل السوق يجيب مثله. قلت لك دجاجه مش حمامه. وين على بالي انا؟ هي قالت لي انا دجاجه. وعلى ساعتي باجي دوك انا نفهمك. دجاجه ما طيرش، الحمامه طير. بصح انا كي شريتها كان داخل كاجا ما كانش طير.